لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام في بيان كثرة طرق الخير. ذكرنا أن هناك أبواب كثيرة من أبواب الخير ومن أبواب الطاعات، الإنسان يمكن له أن يجتهد فيها، وأنواع كثيرة جدا من العبادات. فالله عز وجل لم يقصر العبادة على نوعية معينة وعلى شيء معين، ويفتح للإنسان في باب أو أبواب كثيرة من أبواب العبادة. الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع قاعدة هامة تدل على عمق فهمه رحمه الله تعالى لهذه المسألة. لما كتب إليه عبد الله العمري العابد يحضه على الانفراد والعمل، أنا بقول له اجتهد في العبادة. الإمام مالك إمام دار الهجرة، محدث الكبير رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. جل عمل الإمام مالك أو الشيء البارز في عمل الإمام مالك كان هو التحديث والتعليم ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ليس هذا هو فقط، لكن زي ما قلنا كل واحد ربنا يفتح له في باب أو أبواب، لكن بتجده دائما متميز في أشياء، دائما متميز في أبواب معينة، أو فتح له أكثر في باب معين أو أبواب معينة. هناك لا شك من من الناس من فتح له في أبواب كثيرة جدا، وفي من فتح له في كثير أو أكثر من الأبواب، زي الفضلاء الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله العمري بيقول له يعني لا، خليك في العبادة يعني. وربما كان يرى أن التعبد أفضل مما هو فيه الإمام مالك. فشو بقى القاعدة المهمة جدا اللي وضعها الإمام مالك رحمه الله في ذلك، تدل على مدى عمق الفهم، وأيضا تدل على مدى قيمة العلم. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يرزق إنسان العلم والفهم كيف يؤثر عليه. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. زي ما كل واحد ربنا مقسم له رزقه، واحد ربنا بيفتح له في نوع من أنواع الرزق، كذلك الأعمال، الأعمال الصالحة، الطاعات. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. ممكن إنسان يكون أكثر جهده أو فتح له في هذا الباب مجتهد فيه جدا في الصلاة، يصلي كتير جدا جدا ولا يمل ولا يتعب من الصلاة، لكن ممكن ما يقدرش يصوم إلا رمضان وأيام أو الأيام الفاضلة وقليل يعني غيرها. وفي واحد ربنا فتح له في باب قراءة القرآن وتحفيظ الناس، فتجده ما عندوش الجهد مثلا في الصدقة. وربما تجد واحد ربنا فتح عليه في الصدقة ينفق في أنواع ووجوه الخير والبر، وتجده مثلا قليل الصوم أو قليل الصلاة. طبعا الفروض دي مسألة مفروغ منها، فيش حاجة اسمها إيه قليل في الفروض، فروض لابد أن يوديها لأن دي فروض. وربما إنسان فتح له في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فتجده ليل ونهار يدعو الناس إلى الله عز وجل. وربما إنسان فتح له في باب العلم والتعليم، واحد فتح له في باب الحج والعمرة وهكذا. فبيقول له: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يعني بقول له أن ربنا فتح علي في باب العلم والتعليم، باب التحديث، وأنا أظن اللي أنا فيه مش أقل من اللي أنت فيه، يعني أنت مجتهد في العبادة والتعبد بما في الصلاة في الصيام في القيام،
وأنا فتح لي في باب العلم. فأنا بقول لك أنا وأنت كلانا على خير، أرجو أن يكون كلانا على خير. كأنه بقول له يعني مسألة مهمة إن إحنا لا نحتقر عمل الآخرين. ممكن أنا بشوف أو فتح لي في باب معين من أبواب الطاعة ومن أبواب العبادة، فأرى أن ده أهم حاجة ولازم كل الناس تعمل الكلام ده ولازم كل الناس تتعبد بهذه العبادة. لا، هذا غير صحيح. طبائع الناس بتختلف، ميول الناس بتختلف. فأنا أقول للناس اضربوا بسهم في هذا العمل، أنا العمل ده عمل جليل، عمل فاضل، عمل مهم جدا، لازم يكون لك فيه سهم، يعني تتعبد لله عز وجل بشيء فيه. لكن ممكن هو ما يقدرش زي ما قلنا كده، مش كل إنسان يقدر يكون عالم أو طالب علم، مش ممكن، عايزة عقلية أخرى، إمكانيات أخرى. ومش كل واحد يقدر يتصدق وينفق حتى على رغم ضيق ذات يده. يعني في إنسان ممكن يكون فقير لكن تجده خير جدا وكريم جدا وعنده يعني جهد في الصدقة تستغرب له. فما فتح، إذا ربنا فتح لك في باب ما تحتقرش الأبواب الأخرى، وما تلزمش الناس إن هم لازم في الإيه في الباب ده يجتهد. لا، أنت أقول لهم أدي أبواب الخير قدامنا كتير، هاي اجتهد على قد ما تقدر، في اضرب بسهم في كل الأبواب، واللي تجده أنت ليك جهد فيه، ليك اجتهاد فيه، نفسك بتأتي فيه وتجتهد فيه، اجتهد فيه. في كان بعض الصحابة كان ما كانش بيكثر من الصيام، ليه؟ قال إنه بيقول إنها بتضعفني عن الصلاة والصلاة أحب إلي. خد بالك معنى صحيح، فتح ربنا فتح له في باب الصلاة. وده كده بتجد البعض بيصلي في اليوم والليلة ركعات بتستعجب لها، بيصليها ازاي ده؟ فبيقول الإمام مالك رحمه الله: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. يعني العبادة اللي ربنا فتح لي فيها مش أقل من العبادة اللي ربنا فتح ليك فيها. وإني أرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فحتى تجد في العموم ممكن واحد، لو خدنا مثال المسجد مثلا، في واحد ما يعرفش بأمام، ممكن يكون حتى حافظه كويس بس لو وقف في الإمامة في المحراب يتلخبط. وفي واحد لما يصلي إمام الناس تحب الصلاة عشانه في أدائه في صوته. في واحد يصلي إمام ما يعرفش يخطب، وفي واحد لما بيخطب ربنا بيفتح عليه. في واحد بينظف الحمام بتاعة المسجد، وفي ناس ممكن ما تقدرش ما تعرفش. نقدر نقول ان في واحد افضل من التاني؟ لا. اللي بينظف الحمامات، اللي بينظف المسجد، اللي بينور النور، كل واحد بيعمل دور، الدور ده ممكن هو اللي دخله الجنة. مش عشان خطيب وامام يبقى هو اللي يعني ده هو ده الافضل ما يكون وغيره اعمال اقل، لا. ده في واحد ليه تنسيق في المسجد كده بيعمله عشان المصحف يكون قريب من كل واحد في مكانه في الصلاة، عمل بسيط خالص. لكن ممكن تجد المسجد كله بيقرأ قرآن لأن كل واحد قدامه إيه؟ قدامه مصحف. ممكن لو هو المصحف بعيد عنه ممكن يكسل يقوم يجيبه، وعد ما يقراش. في واحد حمامات المسجد دي لما تتنظف، ما في واحد هيجي ممكن يعرف ان هو يخش الحمامات دي فما يجيش المسجد ده تاني، شو مسجد تاني، او ممكن يصلي في بيته احيانا. فما تظنش ان ايه ان هناك اعمال بسيطه ما لهاش لازمه. ومع الاخلاص بقى وعمل القلب امر بيختلف تماما. مع الاخلاص وعمل القلب ممكن يكون العمل البسيط اللي ربما بعض الناس تنظر له بنوع من يعني الايه الازدراء يكون سبب في دخول الناس الجنة. الرجل الذي ازاح شوكا عن الطريق، حاجة غاية في البساطة، ازاح شوكا عن الطريق كان سبب في دخول الجنة، رغم ان ازاحة الشوك اماطة الاذى عن الطريق اقل شعب الايمان. لكن الراجل ده لما كان في قلبه من أعماد القلب ارتقى
ما في قلبه ارتقى بهذا العمل إلى يكون سبب في دخول الجنة. الرجل الذي سقى كلبا فدخل به الجنة. كلب مش هنقول بقى حيوان يعني بيستخدمه مثلا ولا بينفع الناس ولا بتاع، لا ده كلب وفي صحراء. المرأة البغي التي سقت الكلب رحمة ربنا جعلها لها في قلبها على كلب، كانت سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليها وتتوب من أفعالها ويغفر الله عز وجل لها. عمل تتخيل بغي تسقي كلب؟ تخيل الإنسان يعطف على مؤمن أو على ضعيف أو على ذو حاجة أو ياخد بإيد راجل كبير يعديه الشارع وفي قلبه رحمة ليه وعطف عليه وشفقة وحب للمسلم وخوف على الأذى، ممكن يكون سبب في دخوله الجنة. فمع القلب مع أعمال القلب الأعمال بيبقى ثوابها أكثر مما تتخيل. فيبقى ما نطلبش كل واحد يكون زينا، لكن نقول كل واحد إيه يكون له سهم في كل عبادة على قد ما يقدر، ولربنا يفتح عليه فيه يجتهد على قد ما يقدر. قال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. ابن المبارك من أعلام المسلمين. ابن عياش بيقول أنا ما أعرفش خصلة من خصال الخير إلا عبد الله بن المبارك بيعملها. شوف اجتهاده قد إيه، ما فيش حاجة من الاجتهاد طاعة ابن عياش بيقول ما بيعملهاش. دل على إيه؟ اجتهاده الرهيب جدا. عشان تعرف بس مين ابن المبارك، الإمام البخاري رحمه الله بيتكلم في مناقب أبيه أبو الإمام البخاري. شخال بقى واحد بيقول فضاء الإنسان، بيقول إيه؟ صافح ابن المبارك بكلتا يديه. خال بقى المفخرة اللي بيقولها عن أبيه اللي بقولها البخاري، وشوف عارفين مين البخاري، بقول بقى الحاجة العظيمة اللي بيذكرها في مناقب أبيه في أمجاد أبيه إنه سلم على ابن المبارك بإيديه الاثنين. يبقى مين ابن المبارك ده؟ فشوف بقى بقول لك الناس دي ما أوصلها الله عز وجل إلى هذه الدرجة بكسل ولا إنه نايم ولا الحاجة اللي تيجي تيجي واللي ما تجيش ما تجيش. لا شوف، ما أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير عمل من أعمال البر إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. وعن ابن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع، وكيع بن الجراح الإمام العلم. قيل: ولا ابن المبارك؟ قال: كان ابن المبارك له فضل، ولكن ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله، وكان قد سمع منه كثيرا. بيذكر إيه في وكيع؟ الصلاة وحفظ الحديث، متين في حفظه، وقيام الليل، وكثرة الصوم. أعمال إيه؟ كل شوية كل ما نذكر شيء بتبقى فيه أعمال جديدة نعرفها. أكثر من الصلاة، حفظ الحديث وتحديث به وتعليمه للناس، قيام الليل، والاكثار من يسرد الصوم، صوم كل يوم ما عدا الايام المحرم صيامها. وعن سفيان بن وكيع قال: كان ابي يجلس لاصحاب الحديث من بكره الى ارتفاع النهار، ثم ينصرف فيقيل، ثم يصلي الظهر، يعني يبدا من بعد الفجر لحد ارتفاع النهار بيعلم الناس الحديث، يعلم العلم، وبعدين ينام شوية قبل الظهر، يقيل قبل الظهر، فترة القيلولة قبل الظهر بشوي، ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق إلى المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواية فيريحون نواضحهم، فيعلمهم القرآن أو فيعلمهم من القرآن وما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر. يروح للناس البسيطة، الناس اللي هي احنا بنسميها تعبيرنا دلوقتي العوام او الجهله، اللي هم
براجل معاه الناقة بتاعته ولا راعي غنم ولا راعي إبل ولا غيره، يروح له، هو اللي يروح له، مش يقول لهم تعالوا حديكوا درس في المسجد، لا هو اللي يروح له يعلمهم القرآن ويعلمهم الفرائض اللي عليهم. ودي من الأعمال المهمة جدا ننتبه ليها. كثير من الناس بتحب الخير وتحب الطاعة لكن مش عارفة، وأحيانا ما تقدرش توصل للمسجد أو ما تقدرش تقعد في درس، فالناس دي مين هيعلمها؟ تسوي لمين؟ فمين يروح لها بقى؟ فشوف كان وكيع رحمه الله يروح للناس لحد عندهم، الناس البسيطة خالص اللي هي راعي إبل راعي غنم، إنسان عامل، إنسان بسيط، فلاح، أعرابي، هو اللي يروح لهم يعلمهم الفرائض اللي عليهم. والناس دي مستقبلة مسلمين عايزين يتعلموا دينهم، عايزين يتعبدوا لله عز وجل. وشوف حبه لنشر الخير مش بس اقتصار على طلبة علم أو على ناس يعني من أهل الصلاح وناس خير، لا، كل الناس، كل المسلمين. قال ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار حد المغرب، يعلم الناس بسيطة الحد العصر، وبعدين يجي بعد العصر ما فيش صلاة، بعد العصر في الصلاة، في نهي عن الصلاة بعد العصر، يعمل ايه؟ يفضل يقرأ القرآن، يعلم القرآن ويذكر الله إلى أن يدخل منزله. المغرب، صلى المغرب فيقدم إليه إفطاره، صايم كمان بعد كل المجهود ده صايم، ثم يقدم إليه من نبيذ فيشرب منها ما طاب له على طعامه. كلمة نبيذ يا أخوانا في اللغة كل ما ينبذ في الماء، ده معنى كلمة نبيذ. إن كلمة نبيذ مشهورة عند الناس أنها الخمرة يعني، لا، النبيذ أي حاجة تتحط في المية اسمها نبيذ، يعني بتعبنا دلوقتي اللي هو اسمه إيه؟ الخشاف، الخشاف ده اسمه نبيذ، بلح في مية اسمه نبيذ، الحاجات اللي بنعملها كده في رمضان في الإفطار واحد نبيذ بالذال، نبيذ بالذال، فدي كلها اسمها ايه؟ نبيذ، يعني كلمة نبيذ لغة كل ما ينبذ في الماء، يعني كل ما يوضع في الماء. حسنا اقول لك، حد يقول لك الرجل الصالح ده كل بيشرب بعد كده بيشرب الخمر يعني. فيتحط له هذا يعني الخشاف ولا العصير ده، وبعدين يضعها بين يديه، ثم يقوم فيصلي ورده من الليل، كلما صلى شيئا شرب منها حتى ينفذها ثم ينام. يفضل يصلي، يقعد يصلي لحد ما يخلص ورد صلاة، محدد لنفسه عدد ركعات صلاة كل يوم بالليل، وبعدين ينام ليستيقظ لعشان ايه؟ تدور برضو نفس الايه نفس اليوم السابق بنفس هذه الصور. وعن سحنون الفقيه قال كان ابن وهب أحد أعلام الملكية الكبار قد قسم دهره أثلاثا، ثلثا في الرباط، الرباط اللي هي حماية الحدود اللي بين المسلمين وبين الكفار، وده عمل جديدا، ثلثا في الرباط وثلثا يعلم الناس بمصر، ان ابن وهب امام من أئمة اهل مصر ومفخرة من مفاخر مصر. وثلثا في الحج، وذكر انه حج 36 حجة، ده في الزمن اللي فات، يعني الحج على الايه؟ على الجمال. فشوف تخيلوا مع هذا كان له هذا الجهد، شوف تعليم الناس، ابن وهب إمام علم من أعلام المذهب المالكي، ومع تعليمه وجهاده كان له كل هذا الحج. وعن محمد بن بشر العكري وغيره عن الربيع بن سليمان قال كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام، جزء منه للتأليف وكتابة الفوائد وكتابة العلم، وجزء يصلي. من الحاجات الثابتة في حياة
الصالحين ومن يظن بهم الصلاح مسألة قيام الليل يتوبد. لابد الإنسان يكون له حظ من الليل. يمكن لما تسمع كده إن كان بعض السلف لما كان يأتي الفجر أول ما يؤذن الفجر يزعل يحزن، لما كان تقول لي بيصلي ليه؟ لأن حد انقطع الصلاة خلاص، ما عادش صلاة الليل، قيام الليل خلاص. هو تخيل واحد بيحزن وكان واقف طول الليل، ممكن يكون ظهر وجعه ورجل وجعاه، ده بعضهم كان يعني بيزحف عشان يوصل للسرير بتاعه. هو ايه اللي وجده من حلاوة الصلاة لدرجة انه مش عايز الفجر يأذن؟ ايه اللي وصل قلبه من الايمان والصلة بالله والانس بالله لدرجة انه مش عايز الفجر يأذن، عايز يفضل طول عمره كده؟ ما يقولوا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. اللي يدوق حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة، يعرف معناها، يعرف قيمتها. واللي بيذوق الحلاوة ديت مش ممكن يسيبها، يفضل بقى في جهده واجتهاده على طول كده. قال محمد ابن المظفر الحافظ، قال محمد ابن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته، شبه سنشهم جدا، وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه، والانبساط في المأكل، يعني هو خارج مع السلطان وده إمام عالم جليل السلاطين بتتقرب إليه وتحب دايما يكون لها وضع معاه، لا ما لا يجلس مجالس السلطان ولا يدخل عليه. ليه؟ دنيا هؤلاء الناس ممكن تسبب مشكلة، تسبب أزمة، لكن لا مش طالع معاه يعني، فالسلطان يعني عايز دايما يكون جنبه، فتبقى فرصة بقى ينال شيء من الدنيا، شيء من حظ الدنيا. لا، الدنيا ما كانش لها قيمة عندهم أصلا عشان يطلبها من حد. زي سالم ابن عبد الله رحمه الله تعالى، لما الأمير كان في الطواف أظن سليمان بن عبد الملك، فبيقول له: ألك حاجة؟ قال: إني أن أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله أو في حرم الله. احنا هنا في الحرم كده، وتقول لي أنت عايز حاجة؟ أنا أطلب من ربنا. فلما خرج من الحرم سألوا: خلاص أنت طلعت، أو لك حاجة؟ قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الحاجة دي من أمر الدنيا أم من الآخرة؟ طبعا ما حدش يملك حاجة من أمر الآخرة. قال: من أمر الدنيا. قال: إني لم أطلب الدنيا ممن يملكها، أفأطلبها ممن لا يملكها؟ ده أنا ما طلبتش الدنيا من ربنا اللي يملكها سبحانه وتعالى، هطلب الدنيا من واحد ما يملكش فيها حاجة. ناس كان همها توصل لربنا، همها الوصول إلى رضا الله، همها الوصول إلى رضا الله، همها الآخرة. ولذلك الناس دي عاشت سعيدة مطمئنة، وعاشت مستريحة، وحياتها كانت غاية في الروعة، وبرضه كانوا بياكلوا ويشربوا ويشتغلوا وكل حاجة. هنقول لك يعني الناس دي كده ما بقى بتاكل ازاي وبتشرب؟ لا، كانوا بياكلوا ويشربوا ومتجوزين وعندهم أولاد وكل حاجة، بل كان عندهم أكثر مننا بكثير، سواء من الزوجات أو سواء من الأولاد. لكن الحياة في ظل الإيمان، في ظل القرآن، حياة مختلفة. دول الناس اللي عاشوا الحياة الحقيقية فعلا، الحياة الطيبة فعلا. يقول: أنه لم يزل ذلك دأبه، يعني عادته، إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج، نسأل الله عز وجل أن يكتبه في عداد الشهداء. وقال أبو بكر الخطيب: كان ورد ابن الباقلاني في كل ليلة 20 ترويحة، ترويحة يعني ركعتين، في الحضر والسفر، سيبش الصلاة دي أبدا، لا حضر ولا سفر، لا هو قاعد ولا هو مسافر. فإذا فرغ منها كتب 35 ورقة من تصنيفه، كتابة العلم، تصنيف العلم. وكان سليم بن أيوب الرازي فقيها مشار إليه، صنف الكثير من الفقه وغيره، ودرس
وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة منهم الفقيه نصر. وحدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، يحاسب نفسه على النفس مش على الساعة ولا اليوم ولا الشهر ولا السنة، ما كانش يسيب ثانية من وقته تمر غير فايدة، مش يقف يعمل أي حاجة ولا يضيع وقته ولا يقول لك الوقت مش عارف يعمل إيه، ما فيش ثانية من وقته بتعدي بدون فايدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. وحدثت عنه أنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقط القلم، وهو بيبر الألم يذكر ربنا، هو بيبر الألم إيه اللي يمسك لسانه؟ مش استنى بقى يقعد يبري ويعمل ويجيب الورق ويعمل، لا لسانه ايه؟ رغم ان هو في عباده بس لسانه شغال بعباده اخرى يقدر يعملها، ذكر الله عز وجل. زي احنا كده، انت ماشي في السكه، ماشي في طريق، ماشي في اي مكان، راكب وسيله مواصلات، ليه لسانك ما لهكش بذكر الله؟ ليه ما يكثرش الانسان من ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ هو انت لحد ماسك لسانك ولا انت حتى بتعمل حاجه؟ ايه اللي عمال يبص واللي عمال يلعب في التليفون واللي عمال، طيب اذكر ربنا، اقرا القران، ما انتش حافظ، ما معكش مصحف، رغم ان دي مساله صعبه، كل التليفونات دلوقتي عليها المصحف، اذكر ربنا بيه باي ذكر، قل لا اله الا الله، قل سبحان الله، قل سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قل اي حاجه، اي ذكر يجي على بالك اذكر ربنا فيه بيه، اذكر ربنا بيه. وقيل ان نظام الملك ما جلس الا على وضوء، يعني ايه؟ على طول متوضي، اذا احدث يتوضا مباشره، فيش وقت من غير ايه؟ من غير وضوء. وما توضا الا تنفل، واول او اي يحدث يتوضا يصلي نافله، يصلي ركعتين على الاقل. ويصوم الاثنين والخميس. جدد عماره خوارزم وعمل بيرم بيمارستان. بيمارستان اللي هو بتعملنا دلوقتي مستشفى المجانين يعني. يعني كان هذا الرجل الصالح احسبه كذلك والله احسبه ولا نزكي على احد، شوف بقى محافظ على وضوءه على طول دايما متوضي، ما يحدثش الا اذا توضى، الا وتوضى، واول ما يتوضى يصلي نافله على الاقل ركعتين. صايم الاثنين والخميس. عمل صالح، مستشفى المجانين دي مش حاجه وحشه يعني، لا ده ايه؟ ده من الاعمال، مستشفى، مدرسه، كل من اي حاجه دي من في منافع المسلمين العامه دي، ده ثوابها ممكن يكون كبير جدا، دي من حاجات المصرفات الجاريه ونفعها مستمر. نابه عليه 50,000 دينار، وبنى ايضا بمر مدرسه، وبهراه مدرسه، وببلخ مدرسه، وبالبصره مدرسه، وباصبهان مدرسه. وكان حليما رزينا جوادا، عنده حلم وكريم، صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية، يعني مع قوته كان إيه؟ عنده تحمل، حليم، مش أي ما حد يقول له حاجة يتنرفز ويتعصب والدنيا لا لا، كان رجل حليم قور، يتحمل أذى الناس ويبالغ في الخضوع للصالحين، يبالغ في التواضع لإخوانه الذي يظن فيهم الصلاح، لا متكبر عليهم ولا انا فلان درس براسي ولا لا لا، غايه في التواضع لاهل الخير. وقيل كان يتصدق كل صباح ب 100 دينار، 100 دينار ذهب، خد بالك مش 100 جنيه، 100 دينار ذهب، لان هو الانسان عنده، المسلم عنده يقين انه ما يتصدق به يخلفه الله عز وجل عليه، هو مش بيتصدق عشان يخلف ربنا يخلف عليه، لا هو بيتصدق قربة لله، فجاله مال ما جالوش مال هو بيتصدق لله، قربة لله عز وجل، لكن اليقين انه هو لا يمكن ان يضيع وهو بيتصدق، ولا يمكن ان يذل وان يفتقر ويحتاج الناس وهو متصدق، انما ربنا يخلف عليه، يخلف عليه في الاجر والثواب، يخلف عليه في المال، يخلف عليه في الصحة، يخلف عليه بانواع الخلف من الله عز وجل. وكان جمال الإسلام السلمي المقدسي حسن الخطي موفقا في الفتاوى، على فتاويه عمدة أهل الشام، وكان كثير عيادة المرضى وشهود الجنائز وملازمة التدريس، حسن الأخلاق، عيادة المرضى
شهود الجنائز، ملازمة التدريس وتعليم الناس، محاسن الأخلاق، هذا الأخلاق مع الناس، التبسم في وجوه الناس، تحمل أذى الناس، بذل المعروف إلى الناس حتى وإن آذوه. له مصنفات في الفقه والتفسير، وكان يعقد مجلس التذكير ويظهر السنة ويرد على المخالفين، لم يخلف بعده مثله. يرد على المخالفين، كان بيرد على الرافضة، إنه كانت الدولة لهم في وقت الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، يعني كان مش سايب أهل البدع، لا، ده وقف لهم عشان بدعهم ما تنتشرش، عشان الفساد ما يعمش بلاد المسلمين. وقال السمعاني: كان محمد بن أبي نصر اللفتواني شيخا صالحا كثير الصلاة، حسن الطريقة خشنها، سمعت منه الكثير، وما دخلت عليه إلا وهو مشتغل بخير، يصلي أو ينسخ أو يتلو. يعني ما بقول لك ما دخلتش عليه مرة لو كان بيعمل إيه خير، بيكتب، بينسخ العلم، بيصلي، بيقرأ القرآن، بيذكر الله، يعني ما تجد إلا في عمل خير. ممكن يكون زي ما قلنا في الأعمال الخير اللي قبل كده، ممكن يكون ماشي في سعي في مصالح المسلمين، ممكن حريص على خير ونفع الناس إلى آخره. قال السمعاني: أبو سعد أحمد بن محمد الأصبهاني الثقة الحافظ، أو قال السمعاني: أبو سعد أحمد بن محمد الأصبهاني ثقة حافظ، دين خير، حسن السيرة، صحيح العقيدة، على طريقة السلف الصالح، تارك للتكلف، كان يخرج إلى السوق وعلى رأسه طاقية، وكان يصوم في طريق الحجاز. راجل على رغم صحة عقيدته وهديه وسمته وطريقته وحفظه ودينه وخيره، كان غاية في التواضع مع الاكثار من الصيام. طبعا دائما بنقول كل هذا الكلام اللي بنقوله عشان شوف طرق الخير وأنواعها، وقدوة لكل واحد فينا من هذه الأعمال، قدوة الإنسان لما بيشوف أو بيسمع عن هؤلاء بيحفزه ده على الايه؟ على الخير وعلى الطاعة. وكان عبد الغني ابن عبد الواحد الحنبلي لا يضيع شيئا من زمانه، حفظ جدا على وقته، فيش وقت بيضيع في غير فايدة، لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، حفظ الناس القرآن، يعلمهم القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة، 300 ركعة إلى قبل الظهر. هتقول لك طب إزاي ده بقى؟ بجيب وقت منين؟ بركة الطاعة تسبب بركة في الوقت، الطاعة ربنا يبارك فيها في الإيه؟ في الوقت. ودائما بنضرب المثال ده، عايز تعرف كده أو قدام كل واحد ليه حاجة عملية في كده واضحة جدا في حياتنا، رمضان. شوف اجتهاد الإنسان في رمضان وشوف اجتهاد الإنسان في غير رمضان، لما بركة الطاعة والاجتهاد في الطاعة بتلاقي أنت بتعمل حاجات كتير في رمضان ما بتعملهاش في غير رمضان. ليه؟ في اجتهاد، في طاعة، في همة، في عزيمة، في دعاء، في ابتهال، في قرب من الله، في بركات الطاعة، وبتلاقي بركات في الوقت، وتلاقي الطاعة تجيب أختها، والطاعة تدل على أختها، وتعمل حاجات انت ما كنتش تتخيل احيانا ان انت تعملها. قال: وينام نومة ثم يصلي الظهر، ويشتغل اما بالتسميع او بالنسخ الى المغرب، فان كان صائما افطر، والا صلى من المغرب الى العشاء. يفضل يصلي دايما الوقت اللي بيضيع من كتير من الناس، ده كان دايما الصالحين بيستثمروا هذا الوقت في الصلاة، لان ده من الاوقات الفاضلة جدا للصلاة. ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه، كأن إنسان يوقظه، يعني أم مفزوع، ليه كانوا بصحيح نام لنصف الليل عايز يقوم يصلي بقى، فيصلي لحظة ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ربما توضأ 7 مرات أو 8 في الليل، يعني بتوضى كتير، يعني يصلي ويروح يتوضى، مش شرط ان هو ينتقد وضوءه يعني او يكون يريد الحمام، لا، بيجدد الوضوء. وهو بيقول ايه؟ قال: ما تطيب لي الصلاه ما دامت، ما تطيب لي الصلاه الا ما دامت اعضائي رطبه. دايما يعني على حسب كل انسان، يعني في واحد لما بيتوضى كتير طول ما اعضائه رطبه كده فهو نشيط، ممكن واحد العكس، ما فيش مشكله، كل واحد وحسب ايه؟ حسب ظروفه، حسب قابليته هو. قال: ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه عادته،
وكان ابن قدامة المقدسي اللي هو الإمام ابن قدامة صاحب المغني، صاحب كتاب المغني، لا يسمع دعاء إلا ويحفظه في الغالب ويدعو به، كثير الدعاء عبادة، ولا حديثا إلا وعمل به، اسمعش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعمل به. الإمام أحمد كان بيقول ما سمع حديثا إلا وعمل به ولو مرة، أي حديث يسمعه أي عمل يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمله حتى لو مرة واحدة، يبقى عمل إيه ما ورد إليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا حديثا إلا وعمل به، ولا صلاة إلا صلاها، كان يصلي بالناس في النصف 100 ركعة وهو مسن، وهو كبير في السن، هو كبير في السن يصلي ده ازاي؟ ما هو خد بالك مش رجليك لوحدها لوحدها اللي واقفة، القلب واقف، لما يكون القلب حي مليء بالطاعة حاسس بلذة العبادة الأنس بالله يقف 100 ركعة أو أكتر، وقف طول الليل هيتعب في إيه؟ واحد منشغل بالأنس بالله بالعبادة بالدعاء والتضرع والابتهال بقراءة القرآن، ما تقولش بقى اصل ضهري بوجع اصل رجلي بوجع، ضهره بوجع ورجله بوجع، ويقول لك احنا طولنا النهارده والامام طول بتاع ده عشان ايه؟ عشان القلب ضعيف. القلب لما يكون قوي يقف بقى من المغرب للفجر ما تفرقش معاه. قال ولا يترك قيام الليل من وقت شبوبته، واذا رافق ناسا في السفر ناموا وحرسهم يصلي. هم يبقوا نايمين مسافرين وانا هم نايمين، وده الامام ده المفروض هم اللي يحرسوه، او يعني مش المفروض استغفر الله، انا اقصد ايه ان 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 مكانته هو اللي اتحرس مش هو اللي لا. شوف توضع هذا الانسان، وهو اللي يقوم ايه؟ هو اللي يحرسه مش هم اللي يحرسوه. وقيل كان ربما تهجد فاذا نعس ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس، يعني ممكن يلاقي نفسه خلاص النوم تائل عليه يروح ضارب نفسه كده مصحيه مصحي نفسه. وكان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجنازه الا شهدها، ولا مريض الا عاده، ولا جهاد الا خرج فيه، ويتلو كل ليله سبعا مرتلا في الصلاه، وفي النهار سبعا بين الصلاتين، واذا صلى الفجر تلا ياسين والواقعه وتبارك، ثم يقرا ويلقن الى ارتفاع النهار، ثم يصلي الضحى فيطيل. صلاة الضحى اللي بتغيب مننا برضو كتير، بتضيع مننا كتير قوي، حتى لو ركعتين، وحتى وانت نازل شغلك وانت قبل الظهر بشوية حتى لو ركعتين، ثوابها 300 بمقام 360 صدقة. قال ويصلي طويلا بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة، ويصلي يوم الجمعة 2 ركعة بمئة قل هو الله أحد. هذا لم يصح فيها حديث يعني، ويصلي بصورة معينة أو عدد معين بهذه الصورة يعني. فقيل كانت نوافله في كل يوم وليلة 72 ركعة، كل يوم وليلة بصلي 72 ركعة. قال موفق الدين كان عماد الدين المقدسي من خيار أصحابنا، وأعظمهم نفعا وأشدهم ورعا وأكثرهم صبرا على التعليم، وكان داعية إلى السنة، أقام بدمشق مدة يعلم الفقراء ويقرئهم ويطعمهم ويتواضع لهم، كان من أكثر الناس تواضعا واحتقارا لنفسه وخوفا من الله، ما أعلم أنني رأيت أشد خوفا منه، وكان كثير الدعاء والسؤال لله، يطيل السجود والركوع ولا يقبل ممن يعذله، يعني حد يلومه في طول القيام في طول السجود او الركوع او كده ما يقبلش اللوم، انا بتعبد لله، ربنا فتح لي في هذه العباده ليه ما اعملهاش. ونقلت له كرامات. ثم قال الضياء لم ارى احدا احسن صلاه منه ولا اتم بخشوع وخضوع، قيل كان يسبح 10 يتانى فيها، يعني في الركوع والسجود يسبح 10 تسبيحات بالراحه يتمهل فيها، وربما قضى في الليل والليلة صلوات عدة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه، لما بيدعي بيتضرع أوي أوي، تضرع ابتهال مذلة بين يدي الله عز وجل. وكان يمضي يوم الأربعاء إلى مقابر باب الصغير عند الشهداء فيدعو ويجتهد ساعة طويلة.
بعض الناس بتفهم الكلام ده تقول لك عم الناس دي عقدتنا يعني الواحد يعني حدش عارف يعمل حاجة، مين هيعمل الكلام ده والزمن غير الزمن لا ده طريق الكسالة. ابدأ، دول قدوة، دول قدوة. وطيب ابدأ كده، اعزم كده ان انت في يوم من الايام مثلا النهاردة هتقوم الليل ب12 ركعة، اعزم. وقبل العزم استعن بالله، هتقوم ب12 ركعة ان شاء الله، هتحس بحلاوة العبادة وطعم العبادة، هتحس ان كم الواحد كان خسران، كان بيخسر لما ما صلاش الليل. طيب حصوم بكرة الاثنين، لا اصلا ما اتسحرتش، طب ايه المشكلة؟ اصلا انا عندي شغل بكرة فمش هقدر اصحى بالليل عشان اتسحر، طب ايه المشكلة؟ الوقت اصلا قصير، هيحصل ايه يعني؟ ان شاء الله مش هيحصل حاجة، اصلا متعود بقى افطر الساعة كذا واتغدى الساعة كذا، طب غير، هتلاقي نفسك ربنا وفقك ان شاء الله وقدرت تصوم في الصعوبة حتى وانت مش متسحر، واكلت وما كان اجمل من غيره. طيب انا محتاج وفي ضيقة وبتاع ما اقدرش اتصدق، تصدق باقل القليل، ده فعلا انا مش قادر، ما عنديش فعلا فايض خالص، طب خد 5 جنيه كده وتصدق بيها مثلا، هتتصدق بيها هتلاقي بركتها، وهتلاقي ان انت تصدقت مفيش حاجة نقصت منك. ابدأ هتلاقي التوفيق ربنا ليك، اخلص لله، اعزم، ابدأ، تأتي المعونة من الله على قدر المؤونة من العبد كما في الحديث، تأتي المعونة على قدر المؤونة، إعانة الله عز وجل لك على قدر صدقك وإخلاصك ونيتك وعزيمتك. واحد بيعزم هيتصدق بمئة جنيه وبعدين يروح يتصدق لا بخمسة جنيه، خد بالك نيتك عزمتك على قد الايه؟ على قد الخمسة جنيه. لا في واحد يتصدق بخمسة جنيه وهمته يروح يتصدق بأكتر. الهمة، العزيمة، الإخلاص، هتجي التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها أتعقد، مفيش حاجة اسمها عقدونا، مفيش حاجة اسمها ما حد ما يعملش كده، ما حد شيء يقدر، الكلام ده غير صحيح. غير صحيح بالمرة، دي تسويلات من الشيطان. الشيطان عايز يبعدك بس عن العبادة، طب ابدأ كده، ابدأ وشوف. واعزم حزم صارم قوي. وابدأ هتلاقي الدنيا مختلفة خالص. هتلاقي كلها دي وساوس من الشيطان. والإنسان ربنا ممكن يوفقه لأشياء كثيرة جدا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.